والآن ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد السيد كمال العقيلي. أهلا وسهلا بك المحلل السياسي. طبعا أهلا بك سيدي. صباح العقيلي. نعم نعم عفوا نعم. صباح العقيلي سيدي الكريم، إلى أي مدى يمكن أن تصل خطورة عملية القصف على مواقع تابعة للحشد الشعبي، وهل ستصل التحقيقات برأيك إلى نتائج ملموسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم ولقناة ومشاهدي فلوجة الفضائية. أعتقد اليوم قضية استهداف مقرات الحشد الشعبي من قبل طائرات مجهولة، وبعض من قال بأن هذه الطائرات هي جاءت من الكيان الصهيوني، وهذه الطائرات مسيرة، من يتحمل مسؤوليتها اليوم هي الولايات المتحدة الأمريكية، والسبب بامتلاك الولايات المتحدة الأمريكية الأقمار الصناعية وراداراتها التي تكشف الطائرات الصهيونية التي قصفت مقرات الحشد الشعبي. وربما نسأل سؤال، أين الاتفاق الأمني ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي تضمن حماية حدود وأجواء العراق؟ وبالتالي اليوم عدم كشف الطائرات ومعرفة الجهة التي جاءت منها أو تأخير نتائج التحقيق هو بسبب عدم تعاون الجانب الأمريكي في إعطاء المعلومات الدقيقة عن هذه الطائرات التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي. وبالتالي اليوم أمريكا تتحمل مسؤولية، بل هي تتنصل عن الاتفاق الأمني الذي ضمن أن يكون هنالك حماية الأجواء من قبل الطائرات أو سلاح الجو الأمريكي. هذا الأمر. الأمر الآخر، اليوم بعد تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من الدفاع عن حدود العراق عندما هجمت داعش في 2014، واليوم في 2019 عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية مقرات الحشد الشعبي أو أي جهة حتى لو قلنا غير إسرائيلية، اليوم على العراق وعلى الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل سريع. نعم. من خلال التعاقد مع جهات خارجية لديها منظومات دفاعية قادرة على حماية الأجواء العراقية. فاليوم هي الخيارات أمام الحكومة بشراء منظومة S-400 أو شراء منظومة دفاعية من الصين أو شراء منظومة دفاعية من إيران ومن أي دولة حقيقة. المهم اليوم من يتحمل مسؤولية بعد تنصل الولايات المتحدة عن حماية الأجواء اليوم هي الحكومة. فبالتالي نحن نخشى أن تكون هنالك استهدافات من قبل هذه الطائرات التي يعبر عنها حسب وصف السيد القائد العام للقوات المسلحة بأن هذه الطائرات هي مجهولة. فبالتالي نحن نحتاج إلى منظومة دفاعية، وكذلك نحتاج إلى اتفاقيات دفاع مشترك بين دول تمتلك منظومة أو أقمار صناعية تستطيع كشف الطائرات التي تقصف مقرات الحشد الشعبي أو ممكن أن تقصف مقرات القوات الأمنية. نعم. بالحديث عن ذلك، برغم نفي قيادة عمليات الحشد تعرضها للقصف مؤخرا في القائم، إلا أن بعض القوى كالفتح ترى أن التدخل الإسرائيلي، هناك حديث أيضا عن مؤامرة، بينما تقول الحكومة أنها لم تلمس دليلا حيال ذلك. ما سر هذا الخلاف بين رؤية الحكومة والحشد؟ يعني قد يكون الطرح السيد القائد العام للقوات المسلحة عندما يقول ما ممكن أن نعول أو نتعكز على تصريحات قنوات فضائية إسرائيلية أو تلميحات نتنياهو أو جرائد أو صحف. فبالتالي اليوم عادل عبد المهدي حقيقة ممكن أن يقدم، يريد أن يقدم أدلة واقعية ثابتة تثبت بأن هذه الطائرات هي جاءت من الأراضي الكيان الصهيوني، يعني من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي هو يريد أن تكتمل اللجان التحقيقية في كشف ومعرفة ما الجهات التي تحمل مسؤولية قصف مقرات الحشد الشعبي. لكن هذا التأخير الذي مضى عليه أكثر من شهر ولم تقدم اللجنة التحقيقية المعلومات التي ممكن أن تكون أو ترتقي أن تكون وثائق تثبت بأن هذه الطائرات إسرائيلية أو غير دولة. هذا حقيقة الأمر. اليوم الكرة في ملعب القائد العام للقوات المسلحة في إسراع وزارة الدفاع عن كشف نتائج التحقيقات ومعرفة من يتحمل أو الطائرات من أين جاءت. وبالتالي ممكن للحكومة أو للبرلمان العراقي
حقيقة من اتخاذ مواقف حيال قصف تلك الطائرات بغض النظر عن الجهة التي هي قصفت. نعم، سؤال آخر لو سمح، هل ستواجه الحكومة العراقية ضغوطات من واشنطن في حال شرائها لمنظومة S-400 التي تواجه طبعا معارضة من واشنطن؟ حقيقة سيدي الكريم، لم تكن هنالك تصريحات بشكل مباشر من قبل الإدارة الأمريكية بخصوص شراء العراق منظومة S-400، بل التصريحات ترامب قال على العراقيون أن يحموا أنفسهم. اليوم قائد جيوش أو قائد التحالف الكولونيل قد بيّن بأن التحالف الدولي هو غير معني بحماية الأجواء العراقية، وبالتالي اليوم على الحكومة العراقية أن تعتمد على نفسها وأن لا ترضخ لضغوط. ممكن أو نحتمل أن تكون هنالك ضغوط سياسية من قبل الإدارة الأمريكية، كما ضغطت في 2012 عندما تعاقد رئيس الوزراء السابق المالكي مع الجانب الروسي خلال صفقة كان تقريبا 4 مليار دولار، وكانت هي حقيقة صفقة تاريخية لم توقع حكومة عراقية بقدر هذا الرقم الكبير. وواجهت تحديات من ضمنها كان رهان أمريكي بإفشال هذه الصفقة. بالتالي اليوم اللعبة انكشفت، والولايات المتحدة الأمريكية قد تنصلت عن الحماية الأجواء العراقية. بالتالي اليوم الحكومة هي تتحمل مسؤولية التعاقد مع هذه الجهات، وكذلك عليها أن لا ترضخ للضغوط الأمريكية من خلال إفشال هذه الصفقات. وهذا حقيقة إذا تعرضت لهذه الضغوط وواجهت هذه الضغوط، نعم وصلت الفكرة، نستطيع أن نعطي إشارة أو نعم. السيد صباح العقيلي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، شكرا جزيلا لك.